إعداد البرامج المعلوماتية التي تساعد المقاولات على نجاعة التسيير هو ما تهتم به هذه الشركة التي تتخذ من المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة مقرا لها. الشركة التي أنشئت قبل عامين بمساهمة من جامعة محمد الأول وتشغل 4 أشخاص تولي اهتماما كبيرا للبرمجيات مفتوحة المصدر. النموذج يعني أعطى صفات متميزة على النماذج الأخرى ككلوز سورس في 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 إقناع الزبناء في طريقة البيع، وكذلك في 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 منح الزبون حرية تغيير وحرية تطوير البرنامج، لأنه سيعود هو الشخص المالك لهذا البرنامج. مزايا هذه البرمجيات في خفض كلفة الإنتاج وكفاءة التدبير كانت محور الأيام المفتوحة لطلبة شعبة الهندسة المعلوماتية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية في نسختها الرابعة، دورة طرحت سؤال ما كانت البرمجيات مفتوحة المصدر في استراتيجية المغرب الرقمي. هذه النسخة الرابعة حملت مستجدات على مستوى التطبيقات المنجزة في مجال البرمجيات، وكذا المواضيع التي تناقش مسألة ما كانت البرامج مفتوحة المصدر في استراتيجية المغرب الرقمي، فضلا عن منافسات وورشة تكوينية في مجال آليات البرامج المعلوماتية الحرة. هذه الأيام الدراسية المفتوحة ترم إبراز رهانات استخدام هذه الآليات المعلوماتية الحرة والآفاق التي تفتحها أمام المهندسين على المستوى الوطني من أجل تطوير تطبيقات وبرامج معلوماتية جديدة يمكن توظيفها في مجالات عمل محددة. للتذكير، فالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة التي أنشئت عام 2001 تضم 850 طالبا يتابعون دراستهم في الأقسام التحضيرية ومختلف أسلاك وشعب التكوين ضمنها شعبة الهندسة المعلوماتية.